دلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا منى الشرقاوي عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار المرور. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا مصطفى. قبل ما نخش في اخبار المرور، يعني عملت ايه بعد تركيب كاميرات المرور؟ هو نفس الكلام على المرور برضه. هو نفس الفكره يعني. بص يا مصطفى، والله انا فرقش كتير قوي في سواقتي، انا كده ما بجريش، خصوصا لما بيبقى معايا اولادي في العربيه، فببقى واخده بالي جدا من فكره ان انا ما اجريش بسرعه. انا من الناس اللي بتلبس الحزام، انا من الناس اللي مش بتتعدى السرعه، لكن انا كنت باكل وبشرب في العربيه، فاعتقد انها بقيت اكثر التزاما بالقصه دي. وفارق معايا جدا الكلام اللي كنت بتقوله انت وهدير في البدايه، قصه القاء القمامه في الشوارع، منظر حقيقي مستفز جدا حقيقي، بيبقى شيء تبقى ماشي على الدائري ولا ماشي على اي طريق مفتوح، والناس شكل العربيه محترم وشكل شيك، وتلاقي فجاه ازازه اتفتح وحاجه بتترمي، منظر حقيقي سخيف جدا، وبيصعب عليك المجهود اللي الناس بتعمله، جو حر والناس تقعد تلم القمامه من الشارع، يعني مجهود كبير جدا ممكن نوفر على نفسنا فيه كتير قوي. فاعتقد ان مع القانون الجديد بالذات لما يتفعل موضوع القاء القمامه الوضع هيختلف كتير.